حياكم الله حبايبي الطيبين، وهذا فيديو جديد بقناة أحمد النعم على اليوتيوب. هذا الفيديو يخص موضوع أو ملاحظة أن طيور نشتريها بسعر وبعد فترة يتغير سعرها ويرتفع عندنا بسبب غيار الريش، أو ممكن العكس، إحنا نبيع طيور بسعر رخيص وبعد فترة تظهر عند المربي اللون اللي إحنا بايعي يتغير. شنو هاي الكلام اللي دا أحكي يعني؟ طبعا كلنا نعرف موضوع غيار الريش أو القلش. موضوع غيار الريش اللي ما يعرفه أنه أغلب الطيور تمر بدورة، يعني دورة بعمرها وبحياتها تغير الريش اللي عليها، الريش التعبان، الريش التالف، أو هي بصورة عامة هي هذا الشيء موجود بكل طيور الزينة وبكل الطيور، أنه يغير الريش اللي عنده مثل ما إحنا يطلع شعرنا ونزين. نفس الحالة هو الطير يصير عنده غيار الريش. هذا شو وقت غيار الريش؟ غيار ريش، أكو غيار ريش مفاجئ يصير أثناء الموسم ممكن، وأكو غيار ريش طبيعي يصير أثناء يعني فترة الصيف إلى موعد محدد يصير غيار الريش. فهذا مو موضوعنا، موضوعنا الأساس هو أنه هذا الطير العرضة أحد الأخوة بأول غيار ريش، أول قلش، طبعا الطير يصير به هواي أكثر من مرة يعني. فبأول غيار ريش صار بهذا الطير اللي هو كان يعني مخلف وكبر، فتغير صار عنده غيار ريش، تحول لون الوجه من الوايت فيس لل جولدن فيس. يعني هنا الجولدن فيس له رغبة خاصة، وخصوصا يدخل بتركيبات الريمبو. فالوايت فيس يعني يعتبر فشي عادي، الجولدن فيس يعتبر فشي يعني الناس يعني بيه موضوع طويل ما اريد اتدخل بيه، بس الخلاصة ان الجولدن فيس اغلى من الوايت فيس. فهذا الطير لو بايعه هذا الشخص، يعني بايعه حاله حال النورمال، ممكن بعد فترة من صار تغيير ريش عند المشتري الجديد صار سعره اكثر لان صار جولدن فيس. نفس الحاله بالالوان الثانيه، فيعني اكو طيور انا مره من المرات اشتريت طيور يعني لونها مو واضح، لون رمادي تقريبا، مو واضح ذاك الوضوح، بس هي الملونه بعد القلش هاي الطيور صارت بنفسجيه، وتخيلوا انتم البادجي بنفسجي قد مرغوب. والحمد لله والشكر يعني يمي انه صار عندنا هذا غيار الريش، وممكن صاحبها يعرف يعني يعرف لان يجوز مجرب اكثر من مره. بس انا اشتريت المخاليف، هذا الموضوع هم اكد عليه، مال تشتري طيور مخاليف ممكن يصيب وممكن يخيب، يعني ممكن الطيور المخاليف اللي تشتريها تنجح عندك ويتغير لونها. فهذا الموضوع حبيت انقله لكم انه بعد غيار الريش اللون مو مثل قبل غيار الريش، لون الطير يتغير ويكون اكثر جمال واكثر براق. فمن تشتري طيور مخاليف ممكن الحظ يقعد وياك وتحصل طيور بعد غيار الريش طيور راقية. نفس الحالة إذا طيور ما مجربها قبل، يعني أنت عندك طيور أنتجتهن من تركيبة أو الأم شكل والأب شكل، مو شرط تركيبة، وطلع لك إنتاج بلون معين، أنت لا تبيعهن ذن يا فراخ إذا أنت مركب يعني تركيبة. ليش؟ انتظر بعد غيار الريش شنو يصير، احتفظ بطيور. فأنا حبيت أنوه عليكم يعني هذا الشيء، إذا أنتجت طيور وما عجبك لونهن انتظر بعد غيار الريش وخلي يطلع اللون اللي عندك، وبعدها إذا ناوي تبيع بيع، وإذا ناوي تبقي بقي، يعني ممكن يفيدنك بتركيبات ثانية. هذا التنويه اللي حبيت أنوه عنكم، إنه هذا أحد الأخوة اللي ناشرة تحول من الوايت فيس للجولدن فيس، وهذا شيء إيجابي ممكن يصير عندكم، وصبروا على طيوركم وشوفوا شنو إنتاجها وشلون يتغير بمرور الوقت. نفس الحالة حاولوا تشترون طيور مخاليف من أكثر من مصدر حتى تطلع عندكم طيور حلوة. هذا الشيء حبيت أشاركه وياكم لأن معلومة حلوة يمكن ما مطروقة، يعني إحنا نعرف بعد غيار الريش اللون يتغير، بس ما يتحول من الوايت فيس للجولدن فيس، هذا طبعا فعل الطفرات وطلع عند الجولدن فيس بعد غيار الريش. أصبر على طيوركم وإن شاء الله رب العالمين يرزقكم من أوسع أبوابه. فعل الطفرات وفعل أصبر على طيوركم وإن شاء الله رب العالمين يرزقكم من أبوع اليوم هواي سحقت غيار الريش. واللي ما يعرف الغيار الريش أو القلش، الموضوع هو تركيبات ثانية. نفس الحالة من تشتري طيور